اتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمكن من اهم الحاجات اللي موجودة في مصر النهاردة اللي انت بتحتاج لها. وزير اليوم او ضيفي اليوم المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اهلا بحضرتك في 90 دقيقة. الرجل الذي يقدم لكم كل الخدمات اللي انتم بتحتاجوا لها النهاردة. يمكن ما تاخدش بالك انما لو الموبايل بتاعك عطل لمدة ربع ساعة اصبحت النهاردة ما بقتش تعرف تعمل ايه. لو انت الانترنت ما اشتغلش شوفوا في كم الف موظف، كم مئة الف بني ادم فيك يا مصر يقول لك الانترنت واقع انا عايز اكمل شغلي، لانه اصبح النهارده عنصر من عناصر الشغل. لو في تنظيم هتجيبوا الكمبيوترات ازاي وهتجيبوا سيستمز ازاي، كل ده وغيره كثير جدا يقع في هذه الوزاره اللي بدأ السنه دي تحط ايدها زياده شويه في عمليه التصويت في الانتخابات الرئاسيه. معالي الوزير اهلا بيك مرة تانية. دوركم ايه ودور وزارة الاتصالات ايه في انتخابات الرئاسة؟ تعملوا ايه؟ اولا اهلا بحضرتك ويسعدني وجودي مع حضرتك واهلا بالسادة المشاهدين. هو الدور اللي احنا بنلعبه في انتخابات الرئاسة هو استكمال الدور اللي بدأ ايام الاستفتاء، لان في اثناء الاستفتاء كان لاول مرة بيتم التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات ومع الوزارات المعنية، وزارة العدل ووزارة الداخلية، مصلحة الأحوال المدنية، وزارة التنمية الإدارية، في تفعيل منظومة القارئ الآلي لبطاقات الرقم القومي. وكان تم استخدام 250 جهاز قارئ آلي، وكنا استخدمناه أساسا للجان الوافدين، وثبت طبعا المردود الإيجابي جدا من هذه المنظومة. وبالتالي نتيجة هذا النجاح والتسير على المواطنين مع دقة وسرية البيانات تم تفعيل الجزء الثاني في هذه المرحلة اللي هي تتعدى ان احنا هنوصل من 250 جهاز في مرحلة الاستفتاء الى 2000 جهاز في هذه المرحلة الانتخابات. 2000 جهاز في 2000 لجنة، في 2000 لجنه، ولكن على 2000 صندوق. 2000 صندوق، ولكن بس ده من 14000 صندوق تقريبا، او مش 14000 ده من 140000 يعني. لا يعني احنا عدد اللجان للتصويت اعتقد في حدود 15000 وشويه لجنه. ولكن على مراحل. على المراحل، ولكن الاهم منه انها هي بدات يعني استخدام القارئ الالي في اول مرحله اللي هي جمع التوكيلات في المرحله اللي هي بدات للساده المرشحين وجمع توكيلاتهم. كان في 700 جهاز قارئ إلكتروني متوزع على 350 مكتب توثيق، أو 370 بالضبط مكتب توثيق، ب 750 قارئ آلي مع كل المنظومة المكملة ليهم من برينترز، من أسلوب توصيل لقواعد البيانات الرئيسية. فدي كانت المرحلة الأولى في هذه المرحلة الانتخابية. المرحلة الثانية اللي هي بدأت من أسبوع أو أسبوعين، وهي تغيير المناطق الانتخابية للمواطنين اللي تم تفعيلها برضو في مكاتب التوثيق وفي النوادي، واللي انتهت هذه المرحلة بأول أمس. المرحلة الثالثة اللي هتبدأ يوم 15، المواطن الانتخابي، المواطن الانتخابي للناس اللي هي كان تسجيل الوافدين. الوافدين بالظبط. تسجيل الوافدين، رأيك ايه في ان مفيش غير 57000 بس اللي راحوا؟ يعني احنا نعلم جيدا ان في اكتر من 3-4 مليون شخص لهم حق التصويت مقيمين في مناطق غير عناوينهم اللي موجوده في البطاقه. مظبوط مظبوط. ليه 57000 بس هم اللي راحوا شاركوا او سجلوا؟ هو العدد ضعيف، ولكن خلينا ما نربطش ال 57000 بال 4 مليون او 5 مليون، خلينا نربطه بمرحله الاستفتاء الماضي، لان اللي تم فعلا الوافدين اللي تم تصويتهم في يعني لجان انتخابيه خاصه بالوافدين كان فوق ال 450000، يعني 457000. ولكن هذه المرحله برضه 57000 طبعا رقم يعني غير يعني مشجع اطلاقا. كنا نامل ان المواطنين ياخدوا هذه المواضيع يعني ال 400 اللي سجلوا ايام الدستور اسمهم اصبح موجود دلوقتي كوافدين، ثم اضيف اليهم ال 57000 اللي سجلوا زياده. لا عشان بس ابقى دقيق بالظبط، انا عايز افهمه، هم ال 57000 فقط. فقط ده بالاضافه ان نرجو ان فعلا يكون الوافدين يعني خدوا اجراءات من قبل
بتغيير البطاقة الرقم القومي الخاصة بيهم لموطنهم الجديد. هو ده اللي نرجو ان يكون تم ما بين مرحلة الاستفتاء ومرحلة الانتخابات. تمام. المرحلة الثالثة هتبدأ من 15 ان شاء الله مايو، وهي بداية تصويت المغتربين في الخارج المصريين. عملناه ازاي الكترونيا بقى؟ والله ده كان أزمة 100%. هو تم التنسيق طبعا مع وزارة الخارجية وطبعا مع الوزارات المعنية الأخرى وبالذات وزارة التنمية الإدارية، ان في 140 سفارة وقنصلية هيتم استخدام فيهم البطاقة او القارئ الآلي ان شاء الله. تم ارسال النهاردة مفروض من الوزارة بعض المعاونين في هذه السفارات وهذه القنصليات حتى يتم التدريب وحتى يتم الاستخدام الامثل للقارئ الآلي. وبالتالي ال 140 جهاز دولا او الاجهزه اللي موجوده اللي سافروا اعتقد ان شاء الله هيبقى لهم مردود ايجابي. احنا النهارده هيسهلوا ازاي؟ هيسهلوا طبعا ان لاما المواطن بيصوت بالرقم القومي او بالباسبور المميكن الجديد، بيتم ارسال البيانات لحظيا لقاعده البيانات هنا هو، وهنا وزاره التنميه الاداريه بتكمل دور وزاره الاتصالات انها بتضمن ان اي مواطن مغترب تم تصويته في احدى ما سواتش مرتين بيتشال من الداتا من قاعده البيانات على طول لحظيا، وبالتالي نضمن ان ما فيش هيبقى تصويت اخر. المرحله الاخيره هتبدا ان شاء الله يوم 26 و27 ان يبقى في 2000 قارئ آلي يتم توزيعهم على اللجان كما ترى اللجنه العليا للانتخابات بالتنسيق زي ما قلت مع وزاره التنميه الاداريه. في اثناء الدستور قيل انه تم تاخير الاستفتاء على الدستور بسبب الاجهزه وبسبب تدريب اللجان وبسبب تدريب القضاه وحدوته كده قعدنا عشناها فتره، هل كان هذا صحيحا؟ لا لم يكن صحيحا اكيد، لان التدريب على فكره بيتم طبقا لخطط زمنيه محدده، وحضرتك تعرف احترافية القطاع. انا عارف مدى انضباط قطاع الاتصالات جدا 100%. فانت لو قلت الساعة 9 مش هتكون 9:05، انا عارف ده عندكم في التكنولوجيا يعني شغالين بيه بهذا السيستم. بزبط. انما ده طلع وحضرتك ما علقتش. يعني الكلام ده طلع في بيان واتقال ان في تأخير في التدريب واصل هنقعد 3 ايام زيادة، لا هنقعد 7 ايام زيادة، لا كذا، في اعلان عقد الدستور. هو احتراما للتكامل انا بقول التعاون مع الجهات الاخرى، فانا باؤكد ان كل جهه بتبذل اقصى ما يمكن حتى يمكن لهذه المنظومه المتكامله انها تؤدي رسالتها، واحنا جزء من هذه المنظومه نفتخر ونتشرف بنادي دورنا في ما يعني يملي علينا الواجب الوطني والواجب الاحترافي. يعني انت عملت شغلك وفوتت لهم المسألة بهدوء شديد يعني عدد أكيد تتصل. وبالتالي تقديرا لهذا الموقف زي ما قلت حضرتك ان فعلا تم عن طريق اللجنة العليا للانتخابات اخذ قرار بان احنا نطلع من 250 جهاز، هو مش جهاز بس هي منظومة متكاملة على فكرة نتورك، لان هي شبكة كبيرة جدا بيعمل من وراء هذه الاجهزة زي ما بقول 250 ل 280 محترف من الوزارة يعني بيعملوا بجدية وتعاون مثمر مع جميع القطاعات الأخرى، بندرب السادة القضاء، بندرب السادة القائمين على مكاتب التوثيق، وبالتالي أعتقد تمت هذه المراحل. امتى هنشوف انتخابات مميكنة بالكامل في مصر؟ حضرتك عشان نبقى واقعيين الحلول التكنولوجية متوفرة، ولكن هي مرتبطة بحاجتين، بقدرتنا على نشر هذه التكنولوجيات أو الوعي بتاعها، ولا ان احنا نشتري التكنولوجيا نفسها. الجزئين على فكره، هو طبعا لازم الوعي والثقه تزيد، وهي الحمد لله بتدرج اعتقد محسوب بتاتي بنتيجه ايجابيه، ولكن اهم عشان انا النهارده انشر اجهزه قارئ الي على جميع اللجان الانتخابيه، اولا محتاجين بنيه تحتيه من الفايبر ومن البنيه الاساسيه انها تكون موجوده في جميع انحاء البلاد، وفي نفس الوقت وده مش موجود يا فندم؟ مش موجود، لا بالعكس مش موجود، وفي قصور شديد وانا بعترف كده. قصور طبعا 100%، مع ان كان بيتقال لنا دايما ده احنا احسن بلد في افريقيا واحسن بلد في الدنيا، عندنا اتصالات واحنا مش عارف عاملين ايه والفايبر اوبتكس مش عارف بتعمل ايه وبتجري فين. خلينا النهارده على فكره عشان نواجه المستقبل ونخطط له بطريقه سليمه
لازم نعرف احنا واقفين فين. انا بحترم في حضرتك هذه الصراحه بالحقيقه يعني 100%. انما كل وزراء الاتصالات في الفترات السابقه كانوا بيطلعوا يقولوا ان احنا عندنا بنيه اساسيه تتحمل مش عارف ايه وتعمل ايه وهتكسر الدود. انا برضو بحترم طبعا جهد زمايلي طبعا اكيد، بس وعلى فكره ادوا اداء يعني على اعلى مستوى احترافي ووطني. ولكن انا النهارده ما ننساش ان في خلال 3 سنوات السابقه لم يتم فعلا الاستثمار الكافي على البنية الأساسية، ده واقع، في حين ان البلاد المحيطة كلنا بينا واللي احنا بنتنافس معها او جزء من هذه المنظومة سواء على المستوى الإقليمي او المستوى العالمي ادركت أهمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير مجتمعاتها بالكامل. ومن اهم المقومات لتطوير المجتمع هو الانترنت فائق السرعة. طبعا النهارده كحقيقة الانترنت فائق السرعة اللي هي طبعا ما فيش شك بتسبب بعض الحنق على خدمات الانترنت والأسعار وجودة الخدمات. أنا بأشارك المواطنين في هذا الموضوع، ولكن النهارده ليه أسباب إن احنا لازم تم دراستها وتم أخذ كل ما يمكن من تلافي هذه الأسباب. يعني حضرتك ضمنيا بتقول ان فعلا ان احنا في الفترات الأخيرة كانت ناس بتشتكي جدا من خدمات الانترنت في مصر. مزبوط. وانا بقول انا وانا يعني متفاهم تماما لهذه الشكوى، بس لازم النهاردة المواطنين يعرفوا حاجة مهمة جدا، ان النهاردة نسبة انتشار الانترنت فائق السرعة اللي هو المفروض بيبقى له مردود ايجابي على المجتمع وعلى الاقتصاد وعلى الافراد طبعا، سواء من ناحيه الجوده او من ناحيه السعر، احنا نسبه انتشارها بتصل الى 14-15%، وبالتالي هذه نسبه ضعيفه جدا. النهارده لو نبص عشان وضع سعره غالي لا عشان البنيه التحتيه ولا انت مش عارف توصله للي محتاج له بالظبط كده. البنيه التحتيه اللي هي القنوات اللي بتحمل هذه البيانات زي ما بقول نسبة انتشارها في مصر لا تتعدى 15%، وبالتالي النهاردة من المهم جدا ان انا اطور هذه البنية التحتية او القنوات اللي هتسمح بمرور البيانات. امتى هتخلص؟ احنا عندنا خطة يعني موجودة لغاية سنة 2020، بدأنا اول خطوة في هذه الخطة بان احنا في مشروع استرشادي ب 350 مليون جنيه تم اطلاقه في فبراير الماضي، ويتم تفعيله إن شاء الله في الشهر القادم لنشر خدمات الإنترنت في 1062 مدرسة، 350 مستشفى ومركز صحي، ل 97 مركز شباب، لمراكز النهاردة القوى العاملة في 27 محافظة، لعدد بتوصل المحاكم مجانا؟ أفندم بتوصل له مجانا؟ احنا النهاردة برضو كجهاز تنظيم الاتصالات وطبعا من صندوق الخدمة الشاملة النهاردة بنشارك في هذه التكلفة بنسبة تقريبا 60%، وبالتالي عشان ان احنا نشجع الاستخدام الانترنت السريع في هذه. مين بيدفع 40% التانية؟ المفروض تبقى وزارة التربية والتعليم لما تيجي يعني حكومة في المدارس بالظبط كده. وطبعا لما هتيجي هذه الخدمة نمدها للمواطنين اكيد بانتشار الانترنت السريع اكيد الجودة هتزيد وما فيش شك الاسعار هتنزل. الصندوق اللي حضرتك بتصرف منه ايوه مين اللي بيحط فيه فلوس؟ هل الوزارة من حاجات بتحصلها ولا شركات المحمول بتتبرع في الصندوق ولا شخصيات اعتبارية؟ مين بالظبط؟ لا هي طبعا في حصيلة الصندوق ده جاي منين؟ كويس، في جزء النهارده من قانون الاتصالات اللي هو بيباشر عمله ان جزء من الحصيلة اللي بتتاخد من شركات المحمول بتخصص لصندوق التنمية الخدمة الشاملة. وعلى فكرة الصندوق ده بيلعب دور حيوي مهم جدا جدا في النهاردة، لعب دور وطني مهم، بمعنى ما فيش شك ان شركائنا الشركات المحمول او الشركة المصرية للاتصالات انها بيبقى ليها في كل شيء مردود اقتصادي، ولكن النهاردة في بعض الخدمات في بعض المناطق المحرومة التي لا تمثل عائد اقتصادي الدولة مسؤوليتها انها توصل هذه الخدمات لهذه المناطق النائية، وليكن مناطق مثلا بنتكلم زي حلايب وشلاتين، لما نيجي نتكلم النهاردة مناطق في سيناء سواء جنوب سيناء أو شمال سيناء بيبقى الكثافة السكانية لتمثل عائد اقتصادي، لما الشركات ولا في بعض العذر إنها لا تمد خدماتها يبقى صندوق التنمية الشاملة أو الخدمة الشاملة بيلعب دور إن هو بالنيابة عن الدولة بيمد هذه الخدمات
لهذه المناطق المحرومة من الخدمة البعيدة. وبالتالي التوازن ما بين العائد الاجتماعي والمردود الاقتصادي بيبقى هنا في توازن، والدور ده بيلعبه. طيب انت كده خرجنا من الكلام في السياسة جزئيا الى التكنولوجيا، هو كله مرتبط، التطور أكيد مرتبط أكيد ببعضه. عايز حضرتك علاقتك ايه بشركات المحمول العاملة في مصر؟ علاقة يعني تحمل كل الاحترام، تحمل العمل الاحترافي والعدالة المطلقة والشفافية. ما فيش شك من حق الشركات انها تحافظ على مصالحها، ولكن برضو من حقي انا كمسؤول في الوزارة وجهاز تنظيم الاتصالات ان احنا نعمل بطريقة متوازنة عشان تحقق التوازن ما بين زي ما بقول المردود الاقتصادي والاجتماعي اللي هو بيحقق في النهاية خدمة أفضل للمواطن المصري مع تشجيع الاستثمار. اختلفت معهم؟ أنا مش في الفترة عايز الماضية؟ هو أنا مش عايز أقول أنا لا يمكن أختلف على المستوى الشخصي. لا طبعا أنت وزير في دولة بتنظم وترأس جهاز بينظم الاتصالات، ولكن خلينا نقول إن احنا في بعض النقاط اللي هي تم طرحها في الرخصة الموحدة كان في اختلاف في وجهات النظر. يعني ايه رخصة موحدة؟ الرخصة الموحدة اللي هي النهاردة احنا عندنا ثلاث شركات محمول اللي هي بتقدم خدمات المحمول، فودافون وموبينيل اتصالات بالظبط كده، وعندنا الشركة المصرية اتصالات اللي هي بتاعة الهاتف الارضي ملك الحكومة بالظبط كده. كويس. النهاردة المقصود بالرخصة الموحدة هي دمج الخدمات بحيث ان كل شركة من هذه الشركات تستطيع ان تقدم الخدمات بصورة متكاملة، بمعنى ان الشركة تقدم خدمات التليفون الثابت اذا ارادت، تقدم خدمات التليفون المحمول اذا ارادت، وتقدم في النهاية الخدمات وخدمة الانترنت بالساتلايت في على فكرة في خدمات طبعا. ايوه بس دي ما زالت تحتكرها شركات تبع الحكومة بس. والله النهاردة احنا في مجتمع النهاردة بيشهد طفرات ان شاء الله، ومع الاستقرار السياسي القادم ما فيش شك ان هيبقى التوجه الاقتصادي والاستثماري على جانب كبير من الأهمية. إذا حضرتك طرحت فكرة الرخصة الموحدة مظبوط، بس حضرتك تعرف أن الاتصالات الأرضية بتخسر ما بتكسبش، وأن البنية الأساسية بتاعتها كويس بالمقارنة بدخلها يخسر جامد جدا لولا أن المصرية للاتصالات عندها بنية أساسية ضخمة من زمان مظبوط، ما كانتش هتكسب مظبوط. فأنت طرحت ده كفكرة، انا حديلكم حق ده، هل كانوا هم بيطلبوا ان هم يعملوا شبكه ارضيه؟ هو من ضمن الحاجات على فكره ان هذه الخدمات الارضيه ستتيح ليهم خدمات اخرى، مش بس التليفون الثابت بمعناه التليفون الثابت، ولكن في خدمات ملحقه ليها. وبعدين لما نيجي نبص حتى للتسعير، ما هو يتناسب مع اللي حضرتك ذكرته بالظبط، بمعنى لما تم تسعير ان المصرية اتصالات ستحصل على خدمات التليفون المحمول عن طريق البنيه الاساسيه لشركات المحمول، المبلغ المخصص لهذا الموضوع 2.5 مليار جنيه، في حين لو النهاردة إحدى هذه الشركات طلبت أنها تحصل على خدمات التليفون الثابت الأرضي فالنهاردة هتدفع 100 مليون بس، عشان أنتوا عارفين أن في نسبة تناسب. هي شركة اتصالات دفعت كم في الرخصة بتاعتها يا فندم؟ دفعت 17 مليار بس. هو اشمعنى شركة اتصالات من خمس سنين تدفع 17 مليار كويس والنهاردة المصرية اتصالات تدفع 2 مليار بس؟ أنا سعيد أن حضرتك طرحت هذا الموضوع لأنه ده مسبب بعض يعني البلبلة أو عدم الفهم. النهاردة في موارد نادرة للدولة، واحدة الموارد النادرة هي الترددات، وبالتالي هذه الترددات في كل دول العالم بتباع بثمن يصل زي ما قلنا في 17 مليار بكل الخدمات الملحقة لي من حق استخدام هذه الخدمات. ما ستحصل عليه الشركة المصرية للاتصالات لن تحصل على ترددات خاصة بها، هي هتستخدم النهاردة الترددات الخاصة بشركات المحمول في أداء خدمات التليفون المحمول. هتدفع لهم فلوس مقابل ده؟ في طبعا اكيد في النهارده هتتفق معاهم يعني اكيد في دي خلاها نقاط، ما هي دي نقاط البحث اللي بتتم. عشان كده لما حد بيقول هو في اختلاف، لا هو في مناقشات وفي مجموعات عمل النهارده بتقعد مع بعض عشان تقدر تقيم هذه الخدمات ويبقى اي رد النهارده ليه مردوده، لان احنا عملنا الكلام ده والتسعير بالذات عن طريق شركات عالميه لها من الخبره في اسواق اخرى انها هي اللي عملت التسعير عشان نبقى احنا حتى ما فيش حساسيه
في التعامل في هذا الموضوع الشائك. كويس، أمال ليه سمعنات عن تهديدات باللجوء للتحكيم الدولي؟ بص حضرتك، يعني مع احترامي على فكرة، احنا لو نرجعنا لكايرو اي سي تي، مؤتمر ومعرض القاهرة اللي هو تم في من فترة من 10 ل 13 ديسمبر، وكان في مؤتمر من أهم المؤتمرات بوجود شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات، وكان يعني حظى بأكبر نسبة حضور من النهاردة الخبراء في هذا المجال، وإن الشركات جميعا أثنت إن فعلا هم موافقين على الرخصة الموحدة، لأن ديا على فكرة ده قرار دولة. وعلى فكرة لازم نقول حاجة، الشركة المصرية للاتصالات هي الشركة الوحيدة في العالم التي تحمل التليفون الثابت ولا تؤدي المحمول، وبالتالي النهاردة من حقها، ولكن مش على حساب شركائنا الآخرين. شركائنا الآخرين جزء مهم جدا من المعادلة، وبالتالي في عدم إهدار حق إطلاقا للشركات، مع في نفس الوقت أن يبقى في حق الشركة الوطنية أنها تحصل على هذه الخدمات زي ما بقول بعدالة وشفافية واحترافية مطلقة. عشان برضو يبقى كلامي دقيق، الشركة الأخرى اللي هي الشركة الوطنية في العالم اللي ما عندهاش فعلا خدمات محمول هي بريتش تيليكوم، ولكن دي ليها ظروفها الخاصة وليها آلياتها. ولكن النهاردة لو نبص كل الشركات، سواء اس تي سي في السعودية أو اتصالات أو ما كل، أو حتى في جميع أنحاء العالم العربي، نلاقي كل الشركات الوطنية أو الشركات اللي هي كانت منوط بها أداء خدمات التليفون الثابت بتحمل خدمات المحمول. أي فندم، بس البعض بيقول أن مصرية اتصالات كان عندها وبعته، ثم مصرية اتصالات دخلت شريك في شركة أخرى لهاتف المحمول. كويس. إزاي هتكون شريكه ومنافسه في نفس الوقت؟ طيب هاي أولا، يعني إزاي هكون أنا شريك في شركة اتصالات كويس وأنا عامل شركة اتصالات بنافس ده؟ أنا سعيد، وإزاي أنا كان عندي الرخصة وبعتها وقرار حكومي قلت مش عايزها ثم رجعت أطلبها تاني؟ كويس. على فكرة بصرف النظر عن 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 التاريخ وما تم فيه، احنا بنتكلم في حاضر. لما النهاردة الجهاز تنظيم الاتصالات خد هذا القرار، لم يأخذ هذا القرار لمصلحة الشركة المصرية للاتصالات فقط على حساب الشركات الأخرى، هو واخده بتوازن تام ومصلحة القطاع ونمو القطاع وتحسين الخدمات. ولا ننسى شيء، أنا أول ما توليت الوزارة كنت قلت في توجه رئيسي للدولة، أنا النهاردة لن أركز فقط على الخدمات الصوتية، ولكن لازم أركز على خدمات البيانات، لأن هو ده المستقبل. لو نشوف نسبة النمو النهاردة في العالم وفي المنطقة في نمو خدمات البيانات بالنسبة للصوت تعتبر نسبة عالية جدا، وبالتالي هذا التركيز مهم. طيب. بس أرجع للنقطة، معلش هنرجع للنقطة دي تاني أول، بس عشان هم عايزين مني فاصل هام جدا عشان ليه توقيت. هنطلع فاصل وهنرجع تاني نتكلم في هذه النقطة الهامة مع معالي الوزير، وهسأله أيضا مرة أخرى عن الانتخابات وعن وزارة التنمية الإدارية وعلاقة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بيها. قلنا عليكم مرة أخرى معالي الوزير قبل الفاصل، حضرتك كنت تقول لي في نقطة هامة لما كنت بكلمك على الرخصة والرخص مزبوط. والمحمول اللي هي وجود المصرية اتصالات، لأن ليها نسبة 45% من أسهم فودافون. ساعة ما قلت لك إن إزاي واحد يمتلك في بالزبط. شركة ويعمل شركة منافسة ليها بالظبط كده، وبالتالي طبعا إدراكا للمعايير الدولية وفي نفس الوقت قوانين التنافس، فسيتم اتخاذ إجراءات لتخارج المصرية اتصالات إن شاء الله من شركة فودافون في خلال سنة، وتم تشكيل لجنة ممثل فيها الوزارات المختلفة وبعض الجهات حتى نجد أفضل البدائل لتخارج المصرية اتصالات من فودافون، لأن طبعا مش المفترض أن يبقى في أي خسائر لسرعة اتخاذ أي قرار أو طبعا. تفعيله، وبالتالي في يعني إدراك كامل لأهمية هذه الخطوة. هل هيكون التخارج ده قبل ما الشركة الجديدة تشتغل؟ ولا الشركة الجديدة تشتغل هتشتغل امتى؟ يعني احنا المفروض يعني قدامنا لغاية 30 يونيو، نأمل ان كل المواضيع المعلقة بخصوص الرخصة الموحدة وتفعيل الكيان الوطني اللي هو هيبني البنية الأساسية اللي انا رجعت قلت، لان النهاردة عشان يحصل تقدم في الانترنت وخدمات الانترنت لازم يتم نشر النهاردة هذه الشبكة في جميع ربوع مصر من الفايبر أوبتكس، وبالتالي في شركة وطنية سيتم إنشائها
سيشارك فيها الشركات جميعا، شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات وبعض القطاعات الأخرى زي قطاع النقل، قطاع الكهرباء، عشان الانفراستراكشر نقدر نفعله ونفعله بسرعة كبيرة إن شاء الله. تتكلم عن شركة عملاقة جدا، شركة بالظبط كده، دي هتمثل إن شاء الله مستقبل مصر في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، مش بس كمان في هذا القطاع، ولكن لو بنتكلم بنظرة مستقبلية إن شاء الله لمشروع تطوير محور قناة السويس. محور قناة السويس النهاردة جميل. أعتقد هذه الشركة الوطنية، بما أن أنا بورسعيدي أنا كلي أذان صاغية، طبعا هتعملوا إيه؟ محور قناة السويس احنا عندنا دورين مهمين في هذا المحور. الدور الأول النهاردة هذا المحور هيبقى أكبر منطقة لوجستية في العالم، المفروض ينافس جبل علي، ينافس هونغ كونغ، ينافس سنغافور، ينافس مينا نوتردام، ينافس المواني العالمية. عشان ينافس لازم جودة الخدمات وسرعة الخدمات، لن يتم ذلك إلا بوجود تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، ولن يتم ذلك إلا بوجود بنية من الفايبر أوبتكس في جميع أنحاء هذا المحور الهام. وبالتالي الدور الأول هو دور مربوط إن أنا ببني البنية الأساسية التحتية مع التطبيقات اللي هي تساعد هذه المنطقة اللوجستية في منافسة عالمية. هتكلفه كم؟ احنا بنتكلم تقريبا على 12 مليار جنيه في 12 مليار جنيه. بالظبط كده. قد ايه؟ احنا بنتكلم في 6 لغاية 2020، وده يشمل برضو استثمارات في ان احنا الدور الثاني. احنا النهارده مصر تتمتع بموقع جغرافي فريد في العالم، وفي نفس الوقت مصر بيمر بيها 18 كابل بحري بيربط الغرب مع الشرق والشمال ومع الجنوب. ده هما كلهم قاعدين من عندنا، كل كابلات الاتصالات في العالم من عندنا 100%. وبالتالي ده بيمثل تاني اكبر موقع في العالم بيمر هذه الكميه من الكابلات بطول حوالي 160 كيلومتر. وبالتالي النهارده لازم افعل هذه الكابلات واستخدمها بطريقه افضل واسرع. سيتم جذب الشركات العالميه العامله في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللي هي تتيح خدمات الانترنت، تبقى مصر هي السنتر ما بين زي ما قلت الغرب والشرق والشمال. طيب. وبالتالي النهارده كميه الاستثمارات المطلوبه ممكن تزيد بوادي التكنولوجيا في الاسماعيليه، لان النهارده ده برضو انت عمال تربط لي مصر كلها كده. طبعا يا فندم انت عندك خطه وخريطه فتح عندنا يعني. احنا بنسمع عن وادي التكنولوجيا ده في الاسماعيليه من مثلا 10 سنين بالظبط كده. انا متوجه بكره ان شاء الله مع معالي رئيس الوزراء لطبعا موضوع المشروع القومي لتنميه محور قناه السويس. عندنا تواصل مع السيد محافظ اسكندريه الاسماعيليه اللي هو احمد القصاص، وبنشوف ازاي نفعل بقى فعلا على ارض الواقع وادي التكنولوجيا اللي موجود في الاسماعيليه بحجم استثمارات تتراوح ما بين 3 الى 4 مليار جنيه. عندي سؤال. اتفضل. حضرتك بتكلمني عن خطط لغايه 2020، بتكلمني في خطط حضرتك حاططها وفي انجازات بتعملها في توقيتات هتحصل في المرحله القادمه، رغم ان احنا عارفين ان في انتخابات رئاسيه وبرلمانيه وفي تغييرات وزاريه. مظبوط. انت تاتي من القطاع الخاص، انت خبير مصر كانت محتاجة له، جيت جابوك من القطاع الخاص قالوا لك اتفضل امسك الوزاره دي وعامل الكلام ده كله. مظبوط. مش قلقك ان انت ممكن بعد الانتخابات يقول لك والله شكرا مع السلامه مثلا؟ خلي بال حضرتك، انا يمكن جددت في 3 وزارات. انا عارف ده. وانا انا كل يوم بقول ان ده اخر يوم ليا في الوزاره، كل يوم. ليه؟ انا ما الموضوع ده ما يشغلنيش، اللي يشغلني حاجه واحده، ان انا طالما بأدي واجبي كل يوم لم اسعى ولن اسعى في يوم لهذا المنصب. ده معروف. وبالتالي هو معروف ان انت طلبت الى هذا المنصب من عدة يعني جهات. وبالتالي يهمني جدا ان انا ببني حاجة سواء انا او غيري المفروض يكملها، لان العمل المؤسسي والاستراتيجية الواضحة والمؤشرات اللي بتحاسب اي مسؤول هي ده مثلث النجاح. مش خايف من الوئامات السياسية في الفترة القادمة؟ اطلاقا يا فندم. ان طبعاً. حد يجي في الوزاره فيقول له والله طب بلاش نعمل ده اصل هيزعل، هنا هيعمل كذا، نغير شويه في الخطط، اصل اللي قبل مننا ما كانش عامل خطه، كان ناسي كوبس مش عارف فين او لمبه. هاي انا احتراما طبعا لكل واحد على فكره له حريه، ولكن هذا القطاع قطاع احترافي لازم يدار بخطط احترافيه
ولازم يبقى في توازن زي ما حضرتك ذكرت ما بين تحقيق نتائج قصيرة المدى، ولازم النهاردة وضع خطط متوسطة وطويلة المدى. لو لم يتحقق هذا التوازن واتجهنا اتجاه من الاتجاهين سيتم تحقيق فشل، وبالتالي لا نملك رفاهية تحقيق فشل في هذا الوقت اللي وطننا يحتاج فيه لكل مجهود الاحترافي من جميع الأطراف. وبالتالي هذه الخطة لم تصبح اللي أنا بتكلم عليها. الخطة دي تتلخص في ثلاث محاور استراتيجية بسبع محاور عشان هذه الاستراتيجية مظبوط لعشرين خطة عمل. تم النهاردة مشاركة ما لا يقل عن 180 خبير ومحترف سواء من الوزارة والجهات التابعة لها أو من منظمات العمل المدني أو من الشركات من المالتي ناشونالز أو الشركات اللوكال أو الاندستري اكسبرتيز. اشتغلوا بقالهم 8 أشهر بنشتغل عشان إن شاء الله في خلال الأيام أو الأسابيع القادمة بنطلح بهذه الخطط الاستراتيجية اللي هي العشرين خطة. العشرين خطة عشان 2020 تشوف مصر عاملة ازاي وتواكب العالم كله في الاتصالات. القرار الأخير اللي أسعدني أنا شخصيا أخيرا بتاع المحكمة إن مفيش حد يكون عنده خط تليفون من غير ما يكون عارف بطاقته رقمها كام واسمه إيه. مظبوط يا فندم. عملتوا إيه لغاية لما وصلتوا له؟ كويس. والشركات نظرت له إزاي؟ كان في بعض الكلام بيقول لك أنت كده دي أرباح ليا، أنا ببيع في المطار. مزبوط. مش لازم بقى أقعد أسجل أسماء ناس. مزبوط. وأسجل مزبوط. أشخاص وبتاع. مظبوط. المحكمة هي اللي أمرت بكده. لا معلش طبعا إحنا لازم على فكرة بنجل ونقدس القضاء. المحكمة قررت يعني خدت قرارها الواضح والصريح من أسابيع قليلة. ولكن أنا لازم أرجع لتواريخ حاكمة. أول تاريخ 19 فبراير ده كان يوم الأربعاء 19 فبراير الماضي، كان مجلس الوزراء فعلا نتيجة بعض الحوادث الإرهابية ونتيجة التفجيرات باستخدام شرائح المحمول أو باستخدام التليفون المحمول والتهديدات اللي بتيجي للناس كان بالتواصل توصلنا لقرار إن إحنا لازم نوقف استخدام الشرائح بدون بيانات. ده كان يوم 19. يوم 27 فبراير يوم الخميس التالي تم إيقاف 3 مليون خط تماما لا يحملوا البيانات أو يحملوا بعض البيانات الغير كافية للاستدلال على الشخص. ده يوم 27 فبراير. فعلا تم تماما 3 مليون 3 مليون الخسارة دي ضخمة جدا ما بس على شركات الاتصالات. بس خسارة الوطن أكبر. جميل. هل مفيش معارضة كانت منهم؟ إطلاق على فكرة. عشان تاني لما أرجع لتاريخ 19 احنا ادينا المهلة اللي هي 8 أيام أو 9 أيام عشان الشركات تقدر تكمل ما تستطيع أن تكمله بالبيانات. ولكن احنا لما تم إيقاف الخدمة النهاردة تم إيجاد أساليب إن في الاتنين مليون خط اللي هم بدون بيانات خالص تم استرجاع 1,250,000 خط في خلال يعني الأسابيع التالية. وبالتالي النهاردة اللي تم إيقافه ولم يتم استرجاع الخدمة لي حاليا 750,000 خط. أما المليون الأخرى اللي هي كان فيها بعض البيانات ولكن غير مكتملة كملوا وبالتالي النهاردة لا برضو تم استكمال بيانات 750 تقريبا 720 بالضبط ألف خط تم استكمال بياناتهم. وبالتالي اللي فاضل تقريبا حوالي 240-260 ألف خط. وبالتالي عدد فعلا الخطوط التي تم إيقافها يعني ولم يتم تفعيلها مليون. اللي بيستكمل بياناته حتى لو من المليون دول مزبوط. تعال بس قول لي انت مين واسمك ايه وبطاقتك ايه وانت مسؤول عن الخط ده تفضل خطك اشتغل الوقت. مزبوط. مش كده؟ مزبوط. طب جميل جدا. الخطوة بقى او التحدي اللي موجود عشان برضو نبقى الصورة متكاملة هو ان فعلا خلاص ما فيش حاجة اسمها شرائح بدون بيانات او شرائح يعني ناقصة. المشكلة ان في بعض الخطوط ونتيجة جشع بعض التجار خلينا نعترف بذلك بيستغلوا ان هم ممكن يسجلوا بيانات لشرائح بأرقام قومية وبيانات لا تخص أصحابها، ودي مصادرها لإما فعلا مواطنين يعني يحتاجوا العوز واخد بالك أو للأسف تسريبات بعض البيانات لمواطنين
من يعني مصادر مختلفة. يعني واحد بيجيب بطاقة واحد ويسجل عليه 10 أرقام بالزبط كده. بالزبط كده هو ده اللي بيحصل. هنا هي المشكلة وقع في هذا الإطار. ولكن مش دي حاجة اسمها تزوير وبيجرمها قانون؟ طبعا ولو اتمسك هيتسجن فيها مليون. احنا عاملين على فكرة 22 قضية في الفترة الماضية وتم ضبط. احنا فعلا من 11 منطقة في جمهورية مصر العربية، بعض المناطق في الأقاليم والمحافظات وبعض المناطق موجودة نهوا، وتم تحرير 22 قضية بهذا الخصوص. اللي حرككم بقوة في الموضوع ده كان شكوى الناس المتكررة من الأرقام بقى والمعاكسات والتهديدات، ولا الأمن القومي المصري الأرقام دي بتستخدم في التفجيرات؟ والله الاثنين لا، والاتصال بتاع الإرهاب. الاثنين لا ينفصلوا عن بعض. أفندم بس الأولانية احنا بنصرخ بقالنا 7 سنين. مظبوط. ومحدش كان معبرنا. مظبوط. إنما فجأة الحمد لله. ما فيش شك النهاردة يعني أرواح يعني أولادنا وإخواتنا أيا كانوا يعني نتيجة هذه التفجيرات أكيد النهاردة لازم تعبئ القوة جميعا إن احنا نواجه هذه المشكلة الكبيرة. وبالتالي في تضافر جهات كثيرة لحل هذا الموضوع، وثمن الدور اللي بتلعبه شركات الاتصالات وتفاهمها الكامل. لأن احنا على فكرة خدنا قرارات أكثر شدة في الاجتماع الأخراني، وقررنا إن فعلا هيتم بعد كده مراجعة بيانات الخطوط بالذات الحديثة، وهندي مهلة لمدة تقريبا أسبوع لكل الخطوط. هيتم إرسال رسائل للخطوط ابتداء من الخطوط اللي تم تفعيل خدماتها من شهر مارس الماضي، بحيث نرجع مارس وفبراير ويناير نراجع بياناتهم وبعدين نخلصهم، ننتهي بعد كده نتنقل ل 2013 وهكذا. حتى يعني هتبقى فاهم كويس جدا كل خط ده مين معاه ومين بيستخدمه الوقت. بالظبط كده. مش بالزبط. بس مين اشتراه بالزبط. فقط انما مين اللي معاه الخط ده الان. وده المطلوب. وده المطلوب جدا امنيا ان شاء الله، امنيا ومجتمعيا وكل شيء. طيب هرجع بحضرتك تاني بقى شويه للسياسه وعلاقتك بوزاره التنميه الاداريه. ايه رايك في دور الوزاره دي كويس. واين ذهب او كويس. اين ذهبت وزاره التنميه الاداريه؟ كويس. احنا يعني في الوقت الحالي احنا لازم طبعا نكمل بعض، هم يملكوا بعض القواعد البيانات القومية يلعبوا دور رئيسي في موضوع الانتخابات، يلعبوا دور رئيسي في موضوع الدعم، وبالتالي احنا بنتكامل معهم بدليل ان منظومة القارئ الآلي بيتم التواصل ما بينها وما بين قاعدة البيانات اللي هي تحمل بيانات الناخبين، اللي النهاردة يعني وزارة التنمية الإدارية هي المنوط بها هذه المسؤولية. وبالتالي هو دور تكامل وفي نفس الوقت يعني تعاون زيه تعاون مع وزارات أخرى، زي ما قلنا وزارة الخارجية في موضوع الكونسليات والسفارات. وخلينا صحح بس رقم. حضرتك بعتوا بره بعتنا 180 مش 180 180 في 41 النهاردة سفارة وكونسولية في أنحاء العالم، سواء في أمريكا وأوروبا أو الوطن العربي. سؤالي التالي هو الأجهزة دي بقى، طالما حضرتك قادر تبعتها بره وطالما حضرتك قادر انك تحركها وده قارئ الكتروني مربوط بقاعدة بيانات مش كده؟ مظبوط. عليها كل الناس اللي عندهم بطايق طبعا، فيقول لك الراجل ده مسجل وادي بطاقته، ويشطبه بعد كده ما يحقلوش ان هو يتدخل. مظبوط. طب ما حلتوش مشكلة الوافدين ليه وقلتوا والله الألفين جهاز اللي عندنا دول هنعمل بيهم 1000 لجنة على مستوى مصر للوافدين فقط؟ كويس. لأن أنت تقدر تخش كوافد لو أنت بتشتغل في شرم الشيخ، ادخل ببطاقتك الشخصية على قاعدة البيانات بالجهاز اللي مربوط ده على مستوى الجمهورية. مظبوط. فحكتب جنبك أنك انتخبت في المكان الفلاني. مظبوط. ليه ما حصلش ده؟ طبعا دي هل اولا هل ده ممكن يحصل؟ طيب ممكن يحصل فنيا، ولكن لازم في النهايه ان احنا بنعمل كلنا تحت مظله اللجنه العليا للانتخابات، لان هي المنوط بها القيام بهذا العمل وفي نفس الوقت وضع الاساليب التنفيذيه نتيجه خبرتها في هذا الموضوع، لانها اكيد الصور عندها اشمل. فكون انها لم تتخذ هذا القرار في هذه المرحله معنى كده ان في دوافع وفي اسباب هي يعني ترى ان يعني ما كانش يجب ان احنا نستخدم ال 2000 قارئ في الفتره القادمه للجان الوافدين. معنى كده هو ان احنا يعني في موانع او في اسباب دفعتها لهذا. افندم انا كمواطن مصري النهارده وافد في مكان
انت عملت لي طرق معينه عشان يبقى لي حق التصويت. مظبوط. انا ممكن ارفع على حضرتك قضيه ان لديك تكنولوجيا فيها امكانيات تتيح لي التصويت وبسهوله وانت ما استخدمتهاش او رفضت. يعني ليه؟ ما حدش قال لكم ليه؟ انا يعني متاكد ان لهم رؤيه اكيد عندهم طبعًا تفسير طبعا احتراما، ولكن يعني في امكانيه. نعم. هم اولا يعني مستشارين اجلاء لهم من الخبره المتراكمه في انتخابات كثيره، وبالتالي هذا الجزء مقدر. وخليني برضو طالما احنا بنتكلم في نقطه نشوف النقطه الايجابيه المقابله ليها، لان النهارده كنا تطورنا من 250 جهاز في ايام الاستفتاء، احنا بنتكلم دلوقتي على 2000، يعني تقريبا 8 او 9 اضعاف. فده توجه محمود، عايزين نكمل التجربه ان شاء الله، ونامل في البرلمانيه في الانتخابات البرلمانيه يبقى ساعتها برضو هنتواصل معاهم ونشوف ايه اللي نقدر. انا اعتقد طالما التجارب بتثبت نجاحها يوم عن يوم، يبقى انا اعتقد ان شاء الله برضو هيبقى في استخدام اكبر. ولكن هو مش جانب تكنولوجي فقط، ليه برضو النهارده بعض الجوانب السياسيه، لان برضو الشعب لازم النهارده في مجتمع مستقر مبني على الثقه، اكيد هذه الاليات ستزيد من الاهتمام باستخدام تكنولوجيا المعلومات. طبقا لوجود التكنولوجيا حضرتك كنت قادر انك تضيف الجهاز انك بتصوت الكترونيا. مظبوط. وتتحسب نسبه التصويت اثناء التصويت دقيقه بدقيقه على كل مصر لو انت مربوط بشبكه. مظبوط. ولكنكم ما عملتوش ده، ولا حتى حاولتوا تربطوا ولا واحد فيهم. انتم مشغلين الاجهزه دي لغايه النهارده مجرد جهاز بيقرا البطاقه ويقول فلان ده انتخب. كويس. فقط لا غير. مظبوط. مش كده؟ مظبوط. ليه؟ نرجع تاني للنقطه اللي انا قلت لحضرتك عليها، اللي هو البنيه الاساسيه. عشان اربط كل الكلام دون، لازم يبقى فيه يعني بنيه اساسيه تضمن ان ما يبقاش فيه يعني قطع في الاتصالات، تضمن ان فيه على طول تحديث لقواعد البيانات، لان النهارده اي خلل ممكن يسبب خلل للمنظومه. ده بس اللي منع حضرتك؟ بس كده. بس انما مفيش منع امني، قلق من استخدامات التكنولوجيا، تزوير. عايز اقول لحضرتك زمان لن انسى ابدا عناوين احنا عندنا في الوفد في 8 كمبيوتر وزاره الداخليه، كان طبعا يقولوا لنا ان في كمبيوتر في وزاره الداخليه بيحسب الاصوات. فكان الكمبيوتر ده يخش له 10,000 صوت وفد ومثلا و 100,000 صوت مثلا لاي حد تاني. كويس. فيقول لا والله ده الوفد اخد 2000 بس، وفلان ده اخد كذا، وكان يطلعوا ارقام ويرجعوا يغيروها. كان ده طبعا في الثمانينات ايام ما كنا الكمبيوتر بالنسبه لنا عباره عن مصنع او غرفه ضخمه جدا. مظبوط. ففي قلق من استخدام التكنولوجيا ده. انا اللي اعرفه ان باستخدام التكنولوجيا حضرتك امنت الانتخابات اكتر 100%، ومنعت تزوير اللي احنا كاعضاء مجلس الشعب كنا بنسميه البطاقه الدواره. مظبوط يا فندم. ان هو واحد يخش يصوت في كذا لجنه. مظبوط. من مكان لمكان. مظبوط. هل اتمسك نائب؟ اتمسكت حالات؟ عملتوا ايه يعني؟ والله اثبتوا للناس امكانيه ده ازاي؟ والله في الاستفتاء اللي تم في الفتره الماضيه، استفتاء الدستور، في استفتاء الدستور تم اكتشاف 3 حالات صوتوا في لجنه وراحوا لجنه اخرى وحاولوا يصوتوا تاني، وبالتالي تم اتخاذ الاجراءات القانونيه وتم الاعلان كده. وبالتالي انا بس عايز يعني اصلح صوره التكنولوجيا. حضرتك لو عايز فعلا يعني بجديه محاربه الفساد وزياده الشفافيه، فهو تكنولوجيا معلومات والاتصالات. لان حكايه النهارده ان انا العب في برامج وكلام زي كده، هو في منتهى السهوله انها تكتشف. ما بقتش زي الاول الناس محطوطه في زي ما بيقولوا قفص زجاجي، هو كانوا بيسموه جلاس روم ولا وات ايفر، الغرفه الزجاجيه اللي هم الناس المحترفين داخلين قاعدين جوه وخلاص. لا، بقت منظومه متكامله، والكل ممكن يكتشف التزوير حصل امتى ويجيبه والكلام ده كله. بالظبط. في الترانزاكشن. بالظبط. بس هل انت مامن معلومات مصر ومامن الارقام دي، رقم بطاقتي متاح للجميع، ولا بقى عاملين فاير وولز وعاملين حواديت وعاملين تامين ومعلومات مصر ومفيش اختراق والحواديت دي يعني كلها بنسمع عنها؟ هايل. برضه يعني انا هاخد الفرصه اعلق تعليق مهم جدا. كل ما بتنتشر تكنولوجيا المعلومات، كل ما النهارده اهميه سريه البيانات، والنهارده خلق المراكز اللي هي تحافظ على هذه البيانات زادت اهميه. النهارده في حاجه اسمها السايبر سيكيورتي، دي بالظبط ليها نفس الاهميه
زي النهاردة لما بنتكلم على الاتاكس اللي كانت بتحصل قبل كده بالأسلحة. دي الاسلوب القديم. عرفنا الاتاكس بعد كده الاقتصادية اللي هي النهاردة دلوقتي الهجمات التكنولوجية. دلوقتي الهجمات التكنولوجية. وبالتالي مصر النهاردة لازم تكون مستعدية لهذا الموضوع. احنا طالما ماشيين على التوازي وحضرتك قلت في خطة استراتيجية، احنا افتتحنا في ديسمبر الماضي من اكبر مراكز السايبر سيكيورتي اللي موجودة في المنطقة العربية كلها. فيها خبرات نادرة من شباب مصريين واعدين في النهاردة تكامل مع بعض الجهات الأخرى، لأن النهاردة الأمن القومي المصري لازم يرتبط بالأمن السبراني، أو الأمن السبراني يرتبط بالأمن القومي المصري. الأمن السبراني يعني اللي هو الأمن بتاع شبكة المعلومات أو الأمن السايبر بالظبط. هنطلع فاصل وهنرجع تاني. سؤالي بقى، طالما احنا متقدمين قوي في هذه المنظومة الأمنية، أخبار خلايا الإخوان إيه واللي بيعملوه ومين اللي بيواجههم؟ هل المواجهة عن طريق الوزارة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات؟ وهل في جهات أمنية بتشترك معاها علشان نواجه ده؟ ولا دي مواجهات في قطاعات أخرى بعيدة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟ ضيفي المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. نرجع بعد الفاصل نكمل ويجيب على هذا السؤال. عدنا إليكم مرة أخرى. أنا عايز أقول لحضراتكم أنا قدامي شوية أرقام هنا، يعني طلبت من زملائنا يطبعوها لنا، اللي هي الشارتات اللي كانت بتتعرض أثناء حديثي مع معالي الوزير. فيها أرقام سطر واحد سطر عن خطة محطوط وقته إمتى، هيكلفنا كام، هيعمل لنا إيه، وهيعمل كام فرصة عمل. طيب لو أنت كوزارة عندك ده كل ده، خدوا بالكم، وده زي ما قال إحنا تكنولوجيا، إحنا بتوع المعلومات، احنا مش يعني بنهرجش، بنحدد كويس قوي. ولكن قبل ان ادخل في تفاصيل هذه الارقام الخطيره جدا والمهمه جدا جدا في قطاعات كثيره قوي، اخلي الوزير يجاوبني على سؤالي اللي انا سالته لحضرتك. الهجمات الالكترونيه، حروب الالكترونيه اللي في العالم، حضرتك اللي قلت ان في حروب بتحصل بقت الكترونيه، طبعا بتعملوا ايه؟ هل انتوا اللي بتردوا عليها في الوزاره؟ هل في ناس او جهات اخرى اللي بترد؟ الاخوان واللي عاملينه الكترونيا في مصر وبهدلنا كده كويس، ايه الحكاية؟ طيب احنا دورنا كقطاع زي ما قلت توفير البنية الاساسية المعلوماتية واتخاذ ما يلزم من اجراءات في الاشياء التي تهدد امن المعلومات. وبالتالي النهاردة حاجات زي الهاكينج، حاجات زي ان بيحصل اتاك على بعض البوابات، لازم يبقى عندنا الخبراء اللي هم بيتناولوا هذه المواضيع. اما فيما يخص المحتوى في أي شيء على الإنترنت، الوزارة والقطاع ليس له أي علاقة، لأن في جهات أخرى في الدولة منوط بها هذه المسؤولية، هي برضو تملك من الخبرات والآليات في التعامل مع هذه المواضيع. بيتعاملوا هم معها أكيد بشكل مباشر. بشكل طيب مباشر. أنا النهاردة لو مواطن وتعرضت، أو شركة كبيرة جدا شغالة في مصر وتعرضت لهجمة إلكترونية علي، كويس، هل ألجأ لحضرتك كوزارة اتصالات تساعدني، ولا بلجأ لي طبعا للداخلية أبلغ؟ كويس. إنما دي مش مسائل بتتعامل بمحضر. طبعا بالظبط كده، لازم تاخد آليتك قانونية، لأنها لو اتثابت في إيد أي حد بدون إجراء قانوني هنا هيحصل تداخل وبدون كثير. تحرك سريع. بالظبط كده، فلازم التوازن إن هو يكون موجود على حسب أهمية الحدث وكلام زي كده. يعني النهارده برضو لما بيبقى في بعض الهجمات يعني باستخدام الشرايح، بيتم الاستدلال عن المعلومات نتيجة ان في قواعد بيانات موجودة في جهات يعني كثيرة من الدولة، فبيتم تتبع هذه البيانات حتى الوصول ل يعني من قام بهذا العمل الإجرامي. برضو في بعض القضايا، ويمكن اضرب مثل بالفيلم المسيء للرسول، وكان فيه طبعا حكم محكمة، احنا برضو خدنا اجراءاتنا كقطاع وكوزارة وأشركنا المجتمع ككل، وخدنا ما يلزم بالنهاردة تكنولوجيات معينة بحلول معينة، وتم التعامل مع بعض اللينكات. ولكن لازم نضمن نعرف حاجة دلوقتي بالتطور التكنولوجي الرهيب، تملي الوسائل بتجد وسائل مضادة بتقوم بيها. وبالتالي يعني إدراكا لأهمية هذا الموضوع، احنا النهاردة في زي ما بقول تناغم وتكامل ما بين جهات كثيرة في الدولة
تعمل في هذا المجال حتى يمكن حماية أمن الدولة من أي مواضيع تؤثر على أمن المعلومات الخاصة بها. من فترة كده قبل التغيير الوزاري الأخير كان في فكرة ظهرت بإنشاء مجموعة من الوزراء أو لجنة أو مجموعة تخصصها صورة مصر في الخارج. كويس قوي. بي آر بقى أو مزبوط. وكنت حضرتك أحد أعضاء هذه المجموعة. كويس قوي. إيه اللي حصل فيها؟ اتفعلت ولا لأ؟ عملتوا إيه؟ هو النهاردة زي ما بقول إن في جهات كثيرة النهاردة بتعمل في وضع الحقائق للمجتمع الدولي والإقليمي والمحلي. وزارة الاتصالات هي أحدى هذه العناصر بما تملكه من تكنولوجيات وتواصل، وبالتالي النهاردة الدور اللي احنا بنلعبه في النهاية هو دور مكمل لمثلا الهيئة القومية للاستعلامات، هيئة العامة للاستعلامات ووزارة الخارجية. النهاردة في طبعا برضو مركز معلومات مجلس الوزراء، في النهاردة برضو في الرئاسة، وبالتالي دي كلها أجهزة للدولة منوط بها عمل ما يلزم عشان يعني توصيل الحقائق للمواطنين المصريين أو للعالم الخارجي بصورة سليمة وبصورة احترافية. أنا قدامي مجموعة أرقام حضرتك كلمتيني على بعضها، إنما أنا هنقي حاجات علشان الناس. أنا معلش، لا اتفضل، دي حاجات مهمة لي أنا كمواطن طبعا، يعني فعايز أسألك هتعملها بجد يعني طبعا. يعني أنا شايف مثلا ميكنة مكاتب التوثيق، كويس، ده مشروع أنتوا عاملينه مع وزارة العدل متكلف ما يقرب أكتر من 500 مليار جنيه. مظبوط. وانتوا كاتبين هنا وقت الطرح المتوقع النصف الاول 2014، طرحتوه؟ طيب انا سعيد جدا ان حضرتك برضو يعني بتطلق هذا. احنا ما فيش رقم ان هو بنحطه الا لما يبقى عندنا اولا يعني نظرة مستقبلية ممكن نحققه امتى والاسلوب لتحقيقه. وبالتالي النهاردة هذا الموضوع تم اقراره من الهيئة العليا للمشاركة، المشاريع المشاركة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام النهاردة، من بالضبط من أسبوع، من أسبوع، من أسبوع. تمام. هذه اللجنة الموضوع ده بالذات، هذه اللجنة أول مرة تجتمع في وزارة معالي رئيس الوزراء إبراهيم محلب، وصدقت على 3 مشروعات، منهم مشروعين لوزارة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات. اللي هم إيه يا فندم؟ اللي هم مكاتب التوثيق اللي هم ب 650 مليون جنيه، والشهر العقاري اكيد اللي هم الشهر العقاري، صح مظبوط. والمشروع الثاني برضو اللي هو السجل العيني، لا المنطقه التكنولوجيه في المعادي، ودي بقيمه 2 ل 3 مليار جنيه ان شاء الله. 2 ل 3 مليار جنيه. المعلومه المهمه ان لاول مره يتم استخدام قانون التريبل بي او المشاركه ما بين القطاع الخاص والقطاع العام في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. لأن النهاردة لازم نؤمن بحاجة، البلد لها من التحديات وبالذات من الناحية الاقتصادية وتوفير الموارد المالية، إن احنا كقطاع لا نستطيع أن نحمل على الدولة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، على الجانب الآخر هذا القطاع هو بيمثل بناء مصر الحديثة. هذا القطاع منوط به التفاعل والتعامل والتكامل مع قطاعات الدولة الأخرى عشان أطورها. عشان يتم كده كان لازم نطلع بره تفكير من خارج الصندوق. هذا التريبل بي او هذا القانون هو الوسيله المثلى اللي هيسمح بضخ استثمارات، اللي هي المشاركه المشتركه. بالظبط، انا هدفع وانت هتدفع، انا ادفع ارض، ادفع مباني، ادفع اداره، او ادفع فلوس، او يعني بتتفقهم على حاجه وبتقلبوا المشروع. بالظبط. ومين اللي بيدير؟ محدش بيثق في اداره الحكومه. ما اللي هيدير هو النهارده القائمين لهذا المشروع اللي هم هيبقوا بقى كونسورتيوم بيتعمل او مجموعات عمل من شركات عالميه، شركات محليه، سواء شركات عملاقه او شركات صغيره. يعني المستثمر اللي داخل شريك معاك هيكون مشارك في الاداره. بالظبط، عشان حضرتك عارف طبعا ان المال السايب عندنا في مصر هنا كتر. لا الحمد لله، بص حضرتك في تغير تام من بعد قيام الثوره. دلوقتي احتمال يكون سوء استخدام المال العام، ولكن الفساد واؤكد يعني الجذور بتقتلع، وبالذات بتوارد الحكومات. الحمد لله رب العالمين جميع القائمين والمشاركين في هذه الحكومات يتمتعوا بأعلى قدر من الوطنية، ولكن زي ما بقول الممارسة الخاطئة هي اللي لازم نبدأ نحاربها ونمنعها. وبالتالي
مشروع التوثيق النهارده ده بيمثل نقله تكنولوجيه، نقله مجتمعيه. شفنا مكاتب التوثيق عندنا في على فكره في 100 مكتب ممايكن اوريدي. اللي بيخش مكتب توثيق ممايكن عشان يعمل توكيل يعني بيحس بمدى السرعه وكفاءه الموظف اللي قاعد وسهوله النهارده الحصول على الخدمه. اللي بيخش مكتب توثيق غير ممايكن كلنا نعرف مدى المعاناه. وبالتالي في هذه المرحله سيتم ممايكنه 270 مكتب توثيق ان شاء الله. 270 مكتب توثيق ده قيمتهم 650 مليون جنيه. كلمني عن ميكنه السجل العيني العقاري. يعني ايه النهارده برضو لازم نعرف وده في النصف الثاني. اولا حضرتك قلت وقت الطرح المتوقع النصف الاول 2014، ده بالنسبه لمكاتب التوثيق. مظبوط. الطرح على المستثمرين ان هم يشاركوكوا بالظبط. احنا دلوقتي خلاص بعد قرار اللجنه العليا للمشاركه ده بدات النهارده اللجان تعمل عشان تحديد الآليات اللي هيتم بيها بقى طرح هذا المشروع ودخول المستثمرين وعرض خدماتهم في هذا النطاق، مع طبقا لمراعاة الشروط. أولا جودة الخدمة وسهولة الحصول عليها، وفي نفس الوقت مراعاة البعد الأمني في هذا الموضوع. إن شاء الله. احنا كنا بنعرض فيديو الوقت هنا ده، تقدر حضرتك تشرحه لنا؟ ما هو ده اللي بنقول إن شاء الله هيتم استثمارات فيه من 2 ل 3 مليار. احنا المنطقه التكنولوجيه في المعادي النهارده هذه المنطقه يعني حاجه زي القريه الذكيه كده، القريه الذكيه بس موديل تاني. تم عمل 8 مباني ان شاء الله في المرحله الاولى، بيتم ان شاء الله في 20/6 من هذا العام، يعني في اقل يعني في خلال شهر افتتاح 4 مباني اخرى. بيتم العمل حاليا بدايه العمل في 8 مباني اخرى، يتبقى 27 مبنى ومناطق خدمات. بيتم رصد اليوم 2 ل 3 مليار بنطرحهم للقطاع الخاص والمستثمرين، بحيث ان نتم الانتهاء من العمل في 2017. عند اتمام المشروع هيتم توفير 40 الف فرصة عمل مباشرة. سيتم في نفس الوقت برضو يعني بيوازي 160 الف فرصة عمل غير مباشرة. يعني بانتهاء هذا المشروع يعني انت بتخلق مناطق مختلفة في التكنولوجيا. كويس. وكده معالي الوزير ممكن اخد نقطة بس عشان نقطة مهمة فضل. عشان ما نقولش بس احنا مركزين على القاهرة، تم الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومع معالي رئيس الوزراء ووزير الإسكان ان هيبقى في 6 مناطق تكنولوجية أخرى بيتم شبيهة بالقرية الذكية برضه إن شاء الله. في أسوان، في أسيوط، في بني سويف، في برج العرب، في مدينة السادات، وإن شاء الله في العاشر من رمضان. وما فيش في شرق التفريع على شرق بورسعيد ولا شرق قناه السويس؟ لا، ما احنا قلنا وادي التكنولوجيا في الاسماعيليه. وادي التكنولوجيا لا هيسد هيعمل حاجه ده. ده موضوع تاني. معالي الوزير المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشكرك جدا على وجودك معنا النهارده في 90 دقيقه. سؤالي الاخير للمواطن عاطف حلمي، انت متفائل؟ جدا. حضرتك انا من بدايه يعني عملي في الوزاره، ويمكن ظروف مصر كانت أصعب من كده بكتير، ومرينا بظروف أصعب، أنا بقول الحمد لله الفترة الصعبة انتهت. مصر قدامها مستقبل مشرق. مصر واعدة بخبرائها وشبابها وخبرتها، وهذا القطاع يستطيع أن يفعل الكثير إن شاء الله في بناء مصر المستقبل. بتستخدم وزارتك بشكل أو بآخر لدعم مرشح ضد تاني في الرئاسة؟ احنا تعهدنا قدام الله جميعا كأعضاء في الحكومة نحن نفصل تماما ما بين أدائنا الوطني في هذه المرحلة الهامة جدا والحساسة جدا في سبيل إن شاء الله خلق مستقبل واعد لمصر، وبالتالي لا ندخل إطلاقا في هذا الموضوع. شكرا جزيلا على وجودك معنا مرة أخرى. الفقرة